ضيفتنا هلا مشاهدينا هي فنانه تشكيليه، تلميذه الفنان الكبير وجيه نحلي، تبنت اسلوبه، طورت موهبتها، وعبر الزمن قدرت تخلق اسلوب خاص فيها. هي امراه وبتعرف تماما كيف تبرز جمال المراه، وعندها المراه مش بس جميله انما كمان عندها شخصيه قويه، ثقه بنفسها وبتعرف تماما شو بدها. اليوم رح نتعرف على المراه الفنانه وعلى المراه الفنانه والفنانه بخيالها. اليوم ضيفتنا هي الفنانه التشكيليه لميا غرز الدين مكارم. اهلا وسهلا فيك يا ست لميا. حضرتك فنانه تشكيليه، عبر سنين قدمتي 3 معارض فرديه وشاركتي بعدد كبير من المعارض الجامعية. حياتك المهنية ابتدت عام 1994، ولكن حبك للفن ظهر قبل بكثير. وين كانت البداية لإلك ست لميا؟ بدايتي كانت أنا وصغيرة، موهبة عندي، وبالمدرسة كانوا كثير ملاحظين هالشيء هيدا، وبعدين رجعت طورتها بالدراسة وبالمعارض. خلقتي بدولة الكويت؟ بالكويت مزبوط. نعم. عشتي فترة طويلة هونيك؟ خلصنا هونيك المدرسة ورجعنا نقلنا لهون على لبنان. جو الفن كيف كان هونيك؟ هل نمط الحياة وجو الحياة بشجع هالمواهب؟ هونيك كانت محصورة أنا بالمدرسة. نعم. بجو المدرسة، بس المعلمات انتبهوا لهالشيء هيدا وركزوا عليه، فكنت إنه كل شيء بيختص بالرسم بالمدرسه لكل المراحل كنت انا اقوم بهذا العمل، ارسم. نعم. البانويات والتابلويات، اي شيء بيتطلبوه كنت انا اشتغله، وهن بصراحه يعني اللي شجعوني كمان لانه. نعم. اسلك هذا الطريق. هون باي عمر عم نحكي ست لميا؟ ايمتى بلشت تسمعي انه والله لميا رسماتك حلوين، عندك موهبه؟ بالمرحله المتوسطه والثانويه يعني. أيه. بلشت تفكري بهالموضوع جديا؟ أيه. لما بلشت. أيه. تسمعي لانه هيدا الشيء بينبع منك، يعني هيدا الشيء من داخلي، انه يعني اذا يعني عم برسم يعني عم بتنفس. هيدا بالنسبه لإلي، فما فيي وقف وكملت. حتى من الطفوله كان عندك هالشعور؟ مزبوط يعني ببلش اول شيء. يعني شو كان لإلك بالنسبه لإلك موضوع الرسم؟ انه عم بعبر عن حالي، يعني اول شيء ببلش نقل، انقل وارسم شخصيات، ارسم اشخاص بعرفهم، ناس قريبنا، اصحابنا، شخصيات بارزه، هيدي بلشت اشتغل عليها، وبعدين لما كبرت كملت. فن الرسم موجود عندكم بالعائله؟ يعني تابعتي بخطوات حدا؟ في عنا بتحسي في عنا اجواء فنيه، يعني مثل خيي كاتب واستضفتوه عندكم هون. نعم. نائل غرز الدين، وفي عنا اصوات حلوه بيعزفوا، يعني جونا بتحسي في اجواء فنيه عنا بالعائله. يعني حبوا فكره انه بنتهم تخوض هالمجال. ايه اكيد اكيد. بشجعوني يعني، وكمان عائلتي، زوجي، اولادي، كلهم شجعوني لكمل. وين درست الفن ست لميا؟ درست هون، بس جيت على لبنان وانا تزوجت واسست عائله، وبس كبروا اولادي انه حبيت ارجع كمل. فدرست بمعهد ببيروت ورجعت التقيت باستاذ وجيه نحلي الفنان العالمي. توقفتي يعني لفتره من بعد دراستك؟ أيه. الرسم. أيه. توقفتي حتى تبني عائله؟ لا، بالاول عائلتي وبعدين رجعت كملت دراستي. ولكن درستي الرسم وتعمقتي. أيه. بمختلف مزبوط. تقنياته مزبوط، ورجعت كملت. وهذا كمان الرسم بدك تشتغلي انت على حالك، بدك تمارسي وتشتغلي على طول لتقدري تطلعي هالموهبه الابداع الموجود جوا، يقدر واحد يطلعه لبرا. نعم. في فنانين او رسامين بيعتبروا انه الفن او الرسم هو موهبه بتجي بالفطره، مش بحاجه لدراسه، مش بحاجه لتطوير. هل انت بتوافقيهم الراي؟ لكي هلا هو مزبوط، بده يكون هالشيء هيدا موجود عندك جوا، بس الدراسه بتسقله وبتخليكي تعرفي على اي اتجاه بدك تروحي. ممكن هلا اللي في منهم ما عندهم وعم يدرسوا، بتحسي اللوحه ما فيها روح، ما فيها هالاحساس، بينما اذا عندك موهبه وسالتيها بالدراسه هيدا كثير بيساعد. تعمقتي كثير مثل ما قلت بتقنيات الرسم واشتغلتي على حالك، ولما صحيح. تعرفتي على الفنان الكبير وجيه نحلي كل شيء تغير. كيف صحيح. تم اللقاء؟ احنا عنا بنعمل سيمبوزيوم براس المتن، انا من راس المتن، بنعمل سيمبوزيوم رسم ونحت، واستضفنا استاذ وجيه نحلي، هو اللي ساعدنا انه نعمل هذا السيمبوزيوم. هونيك تعرفت عليه وكملت معه. هو اللي دلني على هالطريق وكملت معه. كنت معجبة بأعماله قبل ما تلتقي فيه؟ أكيد. شو اللي كان يجذبك بأعماله؟ شو اللي لفتك بهالعمل؟ أستاذ وجيه عنده الشفافية والنورانية،
فهيدي كثير ملفتة للنظر والتقنية تبعها. شفافية نورانية للمشاهدين اللي ما بيعرفوا بتقنيات الرسم شو يعني؟ يعني استخدامه تمازج الألوان للألوان الألوان مضبوط مع بعضها وبنفس الوقت التدرج اللي بتطلعي فيه من اللون لتوصل يعني تميز كمان بالفضاءات الفضاءات اللونية كمان صحيح. فهيدي كلها أكيد بتأثر يعني وجذبتني وحاولت إني أشتغل كون قريبة منه. وبنفس الوقت يعني بالاول كنت اذا بتلاحظي انه شغلي كان قريب من اكيد استاذ يعني وجيه نحلي، بعدين بقيت اطور حالي لحتى الاقي حالي انا واخذ طريقي تخلقي اسلوب خاص فيك. صحيح. انت حبيتيه كثير وتاثرتي كثير باسلوبه لدرجه انه تبنيتي هالاسلوب مثل ما شرحتي لنا. ولما سالوه هو عنك قال انه هو لما التقى فيك جذبوا لك شغفك لهالفن وحسك الابداعي، يعني شاف فيك هالموهبه من البدايه. كتر خير الله، يعني ما قلت لك انا اذا ما عم برسم يعني كاني حاسس حالي اني ما عم بتنفس. شغلي انه بياخذ معي ببقى عم بشتغل بتعب، بطلع بلاقي حالي انه صار لي ثلاث ساعات وشوي انه قاعده عم بشتغل واقفه عم بشتغل، يعني ما بتشعري بمرور الوقت لا ابدا لانه بفوت بقلب اللوحه بتعمق فيها، يعني بترك كل محيطي كل حوالي وبفوت فيها وبشتغل ما بحس، يعني كل شيء طالع نابع من جوا من احساسي. نعم. تأثرت كثير بوجيه نحلي لدرجة قلنا أنه تبنيتي أسلوبه، شو يعني هالشي؟ يعني كنت عم ترسمي بطريقة معينة مواضيع معينة ولما تعرفت عليه غيرتي الاتجاه اللي كنت ماشي فيه بالنسبة للرسم؟ الأول كنت عم برسم يعني نرسم أول شيء الواقع حوالينا، بترسمي شجرة بيت إلى آخرها وكنت عم برسم أنا أكواريل. أستاذ وجيه عرفني على الأكريليك وفت بقلبه، وكمان عرفني على اني اقدر اعبر عن حالي اكثر، انه هلا عم فوت بقلب التجريدي، يعني انطباعي تجريدي بالاول كمان كنت عم بشتغل، هلا عم بروح على التجريدي، هذا كمان بحس انه بيعبر عني اكثر. نعم. ايوه. شو المواضيع اللي كنت ترسميها ببداياتك؟ اول شيء مثل كل هالفنانين مناظر طبيعيه، كل شيء حوالينا اللاندسكيب وشو بحس انه بيجذبني. بعدين هلا عم بتجه برسم المراه. نعم. بحب اعبر عن المراه، يعني اللي بيشوف اعمالك ست لميا اكيد بيلاحظ انه المراه هي المحور الجزء الاكبر. صحيح. اذا مش كل اعمالك مركزه على المراه. من البدايه حبيتي تركزي على هالموضوع او مع تاثرك بوجيه نحلي او حتى تقدري تخلقي هالاسلوب الخاص فيك اخترتي هالاتجاه؟ لا مش تاثري باستاذ وجيه، هلا انا طلعت من استاذ وجيه، اخذت مدرسه، اخذت طريقي انا واخذت اسلوبي بتقنيه خاصه فيه بألواني أنا. وبحب يعني الشيء هلأ اللي بينبع مني هو المرأة. هون بعد ما كنت قدمتي معارض خاصة لإلك، كنت عم بتشاركي بمعارض جامعية؟ كنت عم بشترك من 2001 معارض مشتركة. نعم. بال 2009 عملت أول معرض خاص فيه. نعم. Color Symphony. صحيح. و 2010 يعني ثلاث سنين 2010 2011. نعم. عملت ثلاث سنين قدمتي معرض فردي. ايمتى تبنيتي موضوع او اذا في يقول صححي لي اذا صح ام لا قضيه المراه؟ اخر معرض هذا بعتبر فانتسي بجاليري بال 2011. مزبوط. هذا بعتبر حالي انه لقيت نفسي مزبوط ان كان بالتقنيه او كان بالموضوع. وبعدني عم بشتغل عليه، ما بعرف هلا اكيد واحد بيتطور، بدك تتطوري، بدك تخلقي اشياء جديده، ممكن انقل لشيء ثاني ما بعرف. هيدا مع الوقت بنيتي هالموضوع كقضيه او مش بالضروره؟ مش بالضروره. هلا احنا صح انه انسان عايش بدك تتاثري بالمجتمع وباللي حواليك، بس انا بعتبر الفن هيدا تعبير عني عن نفسي عن احساسي، مش بالضروره انه يكون قضيه او شيء موضوع. ممكن مع الوقت لقدام. نعم. ممكن اتبنى قضيه واشتغل عليها، بس هلا عم بشتغل باحساسي. بتعبري عن نفسك، يعني المراه اللي بترسميها بريشتك هي امتداد منك او أكيد. هل هي المراه اللي انت بتطمح تكوني مثلها؟ يمكن اثنين. اكيد يمكن هاي الشخصيات المتعدده اللي فيه بتمثلها بصورها بكذا لوحه، وكمان ممكن اللي بطمح انا اشوفه كله بجوز يعني. نعم. خلينا نحكي شوي ست لميا عن المعارض الفردية اللي قدمتيها. أول معرض كان عام 2009 بعنوان Color Symphony. شو كان موضوع هالمعرض؟ شو الأشياء اللي حبيتها؟ هيدا كنت بعدني مثل ما كنا حكينا أنه بعدني متأثرة بأستاذ وجيه. نعم. فكان شغلي نابع من هيدا الشيء هون.
بالمعرض الثاني فرح اسمه كان جوي بجاليري زمان بالحمرة هذا 2010. نعم. نقلت من هون فيك تعتبري مرحلة وسط هون لشغلي أنا للميا. عبرت فيها عن الورود اللي أنا بلاقيها شبيهة بالمرأة كمان الوردي برقتها وبالنعومة بالانحناء تبعها بالخط واللون بحسه أنه قريب من المرأة. وثالث معرض هون بكولر سيمفوني بأول معرض أول معرض لا أنا عم بحكي عن المعرض الثاني أول معرض أوكي. كان شبيه بوجيه مثل ما نعم. قلنا فرح المعرض الثاني قريب بلوحة من لوحات يعني الألوان نعم. قوة الألوان ضربة الريشي يعني بالمعرض الثاني بال 2010 بلشتي تطلعي من صحيح. اسلوب صحيح. وجه نحلي بلشت انا اخذ خطي وبال 2011 فكر لقيت حالي فانتسي لقيت حالي مع موضوعي. ليش عنوان فانتسي لمعرض بضم مجموعه من اللوحات عن المراه؟ اذا بتتامليون اذا بتشوفي اللوحات بتحسي المراه مثل الخيال مثل الحلم. واللوحات انا عملتهم الباك جراوند يعني الخلفيه ومن قلبها طالع المراه يعني ما فيها تحديد بس ال يا ريت فينا طبع. نشوف بعض الصور للوحاتك حتى نقدر مزبوط. هيك ناخذ فكره هيدا ما في شيء محدد بهاللوحات لا هيدا هون وكانه مغبش وكانه مشهد من خيالنا صحيح يعني بتحسي انه فيتي من طالع من حلم من خيال ممكن انا انه انا بقصد فيها شيء او حتى باحساسي وقتها شيء بس بينما اللي عم بشاهدها بحس شيء ثاني حسب ما هو بيتفاعل معه ومشان هيك بتلاقي كل إلى اكثر من تفسير حسب الناس اللي عم بيشوفوها للوحه. هون بهالمعرض بالاخص ظهر اسلوبك الخاص اللي كنت عم تسعي له يمكن لسنين طويله. هالاسلوب كيف بيختلف عن اسلوب وجه نحلي؟ تقنيه خاصه فيي انا أنا عندي لوحة فيها نفوذ يعني الألوان نافرة منها تلاقي فيها كذا طبقة بينما أستاذ وجيه عنده صفاء باللون ومساحات بالألوان مساحات مظبوط. وأنا عندي كمان الألواني في هيدا ألوان خاصة فيه اللي هي الأحمر هيدا كتير أنا مميز يعني بلوحاتي وصار معروف فهيدا اللي بيميز. بلوحاتك منشوف المرأة بمختلف حالاتها. هلأ من السهل بتصور للرسام أنه يظهر جمال المرأة بأعماله ولكن قدي صعب أنه تظهر شخصية المرأة بلوحة؟ بفتكر أنا بالانحناء بالتعبير اللي عم تعطيه للمرأة الموجودة عندك بالرسمة باللوحة قدرت أنا أوصل لهالمرحلة هيدي أنه أقدر أعبر إذا ملاحظة من دون تفاصيل للوجه. نعم بالأشياء اللي انكتبت عنك ست لميا كتير ركزوا النقاد على وضعية الرأس صحيح رأس المرأة باللوحة مظبوط أنه بالوضعية بالانحناء للخط اللي عم بعمله بقدر أعطيك إحساس اللي عم بتجسده هيدي المرأة باللوحة من غير ما يكون في تفاصيل أو تعبير وهيدي كتر خير الله يعني قدرت وصل اللي أنا شو بدي أقوله بانحناءاتها وبحركاتها للمرأة. نعم شو اللي بيجمع بين كل اللوحات اللي قدمتيها بهالمعرض عن المرأة؟ الإحساس اللي الرقة النعومة إن أبرزها برقي للمرأة وقدرت يتفاعلوا معها يعني اللي عم بيتفرجوا أو عم بيشوفوا بيوقفوا قدام اللوحة بيتأملوا بيفوتوا بقلبها كل واحد بيعطيني تفسير يعني قدرت أوصل لأحساس المتلقي بكل سهولة. يعني تركتي مساحة داخل كل لوحة حتى المتفرج أو الزائر هو يترجمها مثل ما صحيح. بده صحيح يقدر يخلق يعني ما حددت له اياها بمشهد معين او تفاصيل معينه انه يشوفها وخلص لا يقدر خياله يتفاعل ويمشي معه وهو كمان يحس معه. كم لوحه في بهالمعرض؟ 20 لوحه بتجسد المراه بمختلف حالاتها. هل هي امراه وحده بحالات مختلفه او هل هن مجموعه من النساء؟ فيك لا هي المرأة أنا ما عم تحسيها بتجسد المرأة بكل حالاتها يعني مما شافها إنه بحس حاله إنه بتحس حاله إنه هيدي أنا هيدي عم تحكي عني أنا بكون هيك وبكون هيك بكل الأوضاع هيدي. نعم المرأة الشرقية لها دور بهاللوحات أو المرأة بالمطلق
المرأة بالمطلق بشكل عام، المرأة نعم. مرأة يعني بشكل كان إحساسها أو وجدانيتها نعم في ذاتها. هالمعرض كان بال 2011 وآخر معرض شاركتي فيه كان هالسنة الشهر الماضي، انتهى يمكن من يومين بغاليري أكسود. انتهى من يومين بس بعدهم التابلويات موجودين نعم. بغاليري أكسود. كمان معرض مشترك، وهيدا معرض مشترك نعم. كنا سبع فنانات مضبوط، سبع فنانات من لبنان وخارج لبنان. صح كنا عنه صحيح، استضفتي فنانات من المعرض وانا كنت مشاركه فيه بتسع تابلويات. اي لوحات اخترتي كمان؟ كمان المراه، وهون كمان رحت باتجاه ثاني اكثر، انه مثل ما حكيت على التجريدي اكثر، يعني منزل حتى باللوحه خيالات، ما لنا شيء محدد واضح مثل قبل. هيك كمان بيعطيكي فرصة قدام المشاهد إنه يفسر أكثر، يتعمق أكثر ويحلل أكثر باللوحة. شو كان رأي الفنان وجيه نحلي بأعمالك الجديدة والأسلوب الجديد اللي اخترتيه لنفسك؟ هذا بده ينسأل أستاذ وجيه، بس بشجعني دايماً وبلاقي إنه أنا عم بتقدم وقادرة أعبر عن حالي على طول دايماً بشكل دايم. نعم. لانه اخترتي هالموضوع حبيتي تكملي فيه، بتلاقي يمكن انه ما في طريقه جديده حتى تقدميه باعمالك؟ بدي ضلني على طول ببحث دايم، على طول بعمل ريسيرش، على طول بشوف شو في جديد، شو في تطور، شو في، لانه بحب دائما اقدم شيء جديد. صح هلا نعم. هو ممكن هيدا الموضوع يبقى، بس انا عم بقدمه كل مره، بقدمه بطريقه جديده بتقنيه جديده ممكن. ولكن انت عم بتقدمي او عم بتجسدي امراه معينه ست لمى، يعني مش كل النساء جميلات، مش كل النساء عندهم شخصيه قويه وثقه بنفسهم وعارفين شو بدهم. في نساء عندها نقاط ضعف. صح كلنا عندنا نقاط ضعف، حتى الست اللي عندها شخصيه قويه. ليش ما بتبرزي هالامراه مثلا باعمالك؟ ممكن مش غلط. ايه ليش لا، ما عم اقول لك هلا على طول، يعني في تطور دايم وفي بحث دايم، كل مره ممكن يكون في شيء جديد. لازم يكون في شيء جديد، لان انا بحس انه ما لازم اوقف بمرحله معينه، مش انه انا برعت بهيدا الشيء خلص بوقف هون وبكمل. لا كيف بطور حاله الرسام او الفنان التشكيلي؟ بالشغل، بالاستمراريه بالعمل، الشغل الدائم، بالاطلاع على خبرات الغير، على نشاطات الغير، على كل شيء جديد نازل، على طول بده يضل على طول ببحث دائم، مش انه يوقف ينحد بمحل ما هو. بتقولي انه الفن يعني بالنسبه لك حاجه، من خلاله بتعبري عن نفسك وكمان كل حالاتك، ومش بالضروري يكون في رساله من وراء العمل او انا هيك بعتقد. يعني هيدا هلا هيدا اعتقادي او ايماني، ممكن مع الوقت ممكن يتطور يتغير لشيء انه حاسه انه قادره بدي اعبر عنه او رساله اقدر التزمها وكمل فيها، بس هلا مثل ما قلنا انا عم بعبر عن احساسي. نعم. اليوم اللي حابب يشوف اعمالك ممكن يتوجه على جاليري اكسود حتى جاليري يشوف بعض هالاشياء. فيه مزبوط طلعت العكاوي، هونيك اعمالي موجوده بشكل دايم، اللي بحب يطلع عليها باسم النساء بشكرك على الاهتمام بالمرأة بأعمالك، نتمنى لك التوفيق وبانتظار كل أعمالك الجديدة قريبا. شكرا لوجودك معنا ست لمية. شكرا. وقفي مشاهدينا وام تي في الايف بكمل.